عشرات القتلى والجرحى وتعزيزة عسكرية، هذا هو المشهد في العاصمة والمحافظة الوسطى والجنوبية لليوم التاسع على التوالي للمظاهرات. مطالبات بتغيير الوجوه السياسية جاءت بعد فشل ذريع في إدارة الدولة بحسب ما يرى المتظاهرون. القمع ما يزال حاضرا بأساليبه المختلفة، فما بين دهس وقتل بالأسلحة الخفيفة والثقيلة ومحاولات تفريق باستخدام المياه الساخنة والغاز المسيل للدموع، يحاول بعض السياسيين استخدام أسلوب قمع أكثر قانونية بعد أن قاموا برفع دعاوى قضائية تلاحق نشطاء المظاهرات، كما فعل محافظ ميسان علي دواي الذي حرك القضاء ضد 12 ناشطا من المتظاهرين. الحديث عن اختراق التظاهرات والمدسين ما زال مضمون ما يصرح به السياسيون، دون الحديث عن حلول تلوح في الأفق سوى وعود ما زالت حبرا على ورق، بينما الواقع يذهب بعيدا عن العالم الذي يعيشه السياسيون، فهو يشكو الفقر والمعاناة وسوء المعيشة. فبينما يطالب الناس بحقوقهم يصرح مسؤولون بحق تظاهر، يرد البعض بأنها مسيسة ويحذر آخرون بأنها مخترقة، بينما يتوعدها آخرون بالتصدي. اجتماع لقادة وممثلي الكتل السياسية برئاسة حيدر العبادي لاحتواء الأزمة مساء أمس أجمعوا فيه على حق التظاهر السلمي وأدانوا فيه تجاوزات على المال العام، بينما استطاع فالح الزيادي محافظ المثنى أن يحصي حجم تكلفة الخسائر بسبب التظاهرات بسرعة لم يعهدها الشارع من قبل فيما يتعلق بملفات الفساد، حيث ذكر أن التظاهرات التي وصفها بالمظاهر المسلحة خلفت خسائر مادية بما لا يقل عن 50 مليار دينار على حد قولها. الحكومة المركزية والحكومة المحلية ما جاءت تستجيب لمطالب المتظاهرين. أزمة تتبعها أزمة ومعاناة تلو معاناة، والمواطن ضحية ما يجري بينما ينتظر تغييرا يعيد جزءا من حقوقه الضائعة.